السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم نوعية مضادات الأجسام. إذا لتذكيري فقط، فمضادات الأجسام يتم إنتاجها من طرف البلزميات، والبلزميات ما هي إلا لمفاويات بي. إذا لدينا هنا ثلاث أنواع من مولدات مضاد: الخاصة بعصيات البخاص، الخاصة بعصيات الكزاز، ثم الخاصة بعصيات الدفتيريا. ثم لدينا مضادات الأجسام. لنلاحظ النوع الأول من مضادات الأجسام يقترب من عصيات البخاص ثم يبتعد عنها، لأن ليس هناك تكامل بين مولد المضاد ومضاد الأجسام. نفس الشيء بالنسبة لعصيات القزاز، ولكن بالنسبة لعصيات الدفتيريا نلاحظ أن هناك تشكل للمركب المنيع. فعلا هناك تكامل بين مضادات الأجسام في هذه الحالة ومولدات المضاد. إذن تشكل المركب المنيع لتذكير فقط يبطل مفعول مولدات المضاد، مما يسهل تدخل البلعاميات. بالنسبة للنوع الثاني من مولدات من مضادات الأجسام، لاحظوا معي، يقترب من مولدات المضاد الخاصة بعصيات الدفتيريا يبتعد عنها. نفس الشيء بالنسبة لمولدات المضاد الخاصة بعصيات البخاص، لكن بالنسبة لعصيات القزاز نلاحظ أنه يشكل مركب منيع. بطبيعة الحال يتشكل مركب منيع بين مولدات المضاد الخاصة بعصيات القزاز ومضادات الأجسام. في هذه الحالة النوع الأول من مضادات الأجسام فهو مضادات أجسام ضد الدفتيريا، بينما النوع الثاني فهو مضادات أجسام خاصة بالقزاز. بينما فيما يخص مولدات المضاد الخاصة بعصيات البخاص، لدينا النوع الثالث من مضادات أجسام في هذه الحالة، وهي مضادات أجسام ضد البخاص. لاحظوا معي أن هناك فعلا تكامل بين مولد المضاد ومضاد الأجسام، بحيث في هذه الحالة مضادات الأجسام يمكنها أن تشكل مركب منيع مع مولدات المضاد. أما مضادات الأجسام ضد القزاز فلا يمكن أن تشكل مركب منيع مع مولدات المضاد الخاصة بالبخاص، لأن ليس هناك تكامل بينهما. نفس الشيء بالنسبة لمضادات الأجسام ضد الدفتيريا، نفس الشيء، ليس هناك تكامل بينهما، ولن يتم بطبيعة الحال تشكل، ولا يمكن أن يتم تشكل مركب منيع في هذه الحالة. نستنتج من ذلك أن الاستجابة المناعية نوعية، أي أن لكل مولد مضاد مضادات أجسام خاصة به. أعيد، لكل مولد مضاد مضادات أجسام خاصة به، فالاستجابة المناعية في هذه الحالة نوعية. نتابع، المطلوب منا في هذه الحالة أن نصل بسهم كل مضاد أجسام بمولد المضاد الذي يناسبه. إذا لدينا ثلاث أنواع من مضادات أجسام وثلاث أنواع من مولدات المضاد. نلاحظ بطبيعة الحال التكامل بين الشكلين. إذا فيما يخص مضاد الأجسام النوع الأول بطبيعة الحال يتناسب مع مولد المضاد في الحالة الثانية. إذا فعلا نصل بسهم. بالنسبة للنوع الثاني من مضادات الأجسام نلاحظ بطبيعة الحال إذا لا يتناسب مع النوع الأول، إذا ولكن يتناسب مع النوع الثالث فعلا. وبطبيعة الحال النوع الثالث من مضادات الأجسام يتناسب فيما أو يتكامل إذا صح التعبير مع مولد المضاد الخاص بالنوع الأول في هذه الحالة. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.